فاكرين لما عملنا مع بعض الزيت ده؟ كنا عاملينه لتجسيف الشعر وانبات الفراغات وتقل الشعر معانا جدا، وكل اللي جربه بعد شكرني عليه. لو عايزين طريقته هسيبهولكوا في اول تعليق. هو خلص معايا وطلبته مني وصفه لتطويل الشعر. تعالوا بينا كده نعمل وصفه لتطويل الشعر لكن خرافيه، هتطول الشعر جدا. لو شعرك قصير او شعر بناتك قصير تقدري تستخدمي الزيت ده بنفس الطريقه. تمام، مكوناته بسيطة جدا وكمان رخيصة جدا، والمكونات دي اقتصادية مش هتكلفك حاجة. تمام، اول حاجة كده هنحتاج 3 معالق من الروزماري او كليل الجبل، وده لاطالة الشعر، مفيش بعد كده. لو عندك الفريش هيكون افضل، انا ما عنديش الفريش فاستخدمت ده، وده تحفة برضو. اهم حاجة يكون ريحته نفاذة وليه ريحة قوية. تمام، بحتاج 3 معالق من الروزماري، نص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، لو ما عنديش فلفل اسود ضيف معلقة كبيرة من القرنفل او المسمار، يا اما الفلفل الاسود يا اما القرنفل او المسمار اللي موجود عندك، تقدري تستخدمي حاجة واحدة من الاثنين، ده بيساعد على انبات الفراغات وكمان بيطول الشعر بسرعة رهيبة. تمام كده، تمام. بعد كده يا ست الكل بضيف نص معلقة من الحبة السوداء او حبة البركة، ودي هايلة للشعر، بتنعم الشعر جدا، بتقوي الشعر، بتمنع التقصف والتساقط، وكمان بتساعد في انبات الفراغات وبتطول الشعر. بعد كده هنحتاج معانا زيت زيتون. زيت زيتون، طب لو ما عندك زيت زيتون، اي زيت زيتون من الصيدليه تقدري تستخدميه، زي مثلا الزيت اللي معانا ده تحفه جدا، انا بحبه جدا وكمان بيبقى ريحته جميله. في حاله لو ما عندكيش زيت زيتون، لو عندك زيت زيتون استخدمي زيت الزيتون. لو عايزه بديل الزيت ده اكتبي لي في التعليقات وهقولك تستبدليه بايه. بعد كده هغمره كده المكونات اللي احنا حطيناها مع زيت الزيتون، وهلفه في كيس اسود او مكان مظلم، اهم حاجة يكون قريب للحرارة، يعني المكان اللي هحط فيها الزيت ده يكون الحرارة بتاعته عالية، يعني افضل مكان هيكون في المطبخ. تمام، على اي رف في المطبخ كده ما بفتحوش كتير، وهحط الزيت ده. اهم حاجة الاول نلفه في كيس اسود او نحطه في علبة مغلقة ما يخشهاش الضوء، وبعد كده هلفه كويس جدا وهحطه في اي رف عندي في المطبخ ما بفتحوش او باجي جنبه الا بعد 15 يوم او 21 يوم. تمام كده، تمام. بعد كده هناخد كل خلاصة الاعشاب اللي احنا حطناها، الفلفل الاسود وحبة البركة والروزماري وكمان القرنفل، كل الكلام ده هناخد الخلاصة بتاعته في الزيت، وبعد 15 يوم او 21 يوم هنبدأ يا اما نصفي الوصفة يا اما نستخدمها زي ما هي كده. تمام كده، تمام. هتلاقوا بقى الزيت شكله لونه اتغير خالص، بقى مايل للون الاخضر، لان خدنا كل خلاصة الاعشاب. مش عايزة اقولك الزيت ده بيطول الشعر ازاي، بجد يا بنات حلو جدا، لازم تجربوه، خاصة البنات اللي شعرهم قصير او خفيف يقدروا يستخدموا الوصفة دي، تحفة، مش عايزة اقولك تحفة قد ايه. بعد كده يا ست الكل، يا اما زي ما قلتلك هتستخدميه من العلبة كده على طول وتسيبيه مغمور في المكونات والاعشاب بتاعته وريحته خطيرة، يا اما تصفيه بمصفى وتحطيه في ازازة وتبدأي تستخدميه على شعرك. انا بصراحة بفضل اسيبه في العلبة كده زي ما هو، علشان كل ما بقى في الاعشاب اكتر كل ما خدت الخلاصة والفايدة اكتر. تمام، فانا بفضل دايما ان انا اسيبه في علبته لحد ما يخلص، زي ما انتوا شفتوا معايا العبوة اللي كانت قبل دي خلصت معايا وهي لسه في الاعشاب زي ما هي، بتاخدي بسرنجة كده علشان ما تاخديش اعشاب، وتبدأي تستخدمي على فروة الرأس وعلى الشعر بالكامل، وتدلكي فروة الرأس كويس جدا وعلى الشعراية بالكامل، وبعد كده هتلفيه دوامة وتسيبيه لمدة ساعتين، وبعد كده هتغسليه وهتكرريه 3 مرات في الاسبوع. لو عايزين الزيت بتاع انبات الفراغات اكتبولي في التعليقات وهسيبهولكوا في اول تعليق، وده تحفة لانبات فراغات الشعر. وبس كده، جربي الزيت ومستنية رأيك هنا في التعليقات، ولو لك اي طلب اي استفسار سيبهولي تحت الفيديو وهرد عليك. مش عايزة منك غير تم في التعليقات ولايك للفيديو وشير مع الاصدقاء، وشكرا ليكم.